السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي أحبائي متابعين قناة المواقع الربحية، معكم أخوكم سامر الشريف. أولا أعزائي بعتذر منكم على قلة الفيديوهات اللي بنزلها على قناتي، وإن شاء الله في الأيام القادمة راح يكون في فيديوهات أكثر إن شاء الله. اليوم إن شاء الله راح نحكي عن موضوع اللي هو إثباتات السحب. زي ما أنتم شايفين أمامكم في الصورة إثبات، ممكن يكون إثبات سحب، ممكن يكون إثبات ربح من أكثر من موقع. واليوم أنا حبيت أعطيكم الفكرة إنه كيف الناس بتغش وبتنصب على الإخوان من خلال تقديم إثباتات مزيفة. زي ما انتم شايفين أمامكم الصورة، هذا بتوقع الموقع، هذه محفظة كوين بوت الجميع بيعرفها. هذا إثبات مصور من خلال المحفظة، من داخل المحفظة بعد التزييف. يعني بيتكوين 20 حبة بيتكوين، بيتكوين كاش 25 حبة بيتكوين كاش، دوك كوين 250 ألف قطعة، لايت كوين 101، داش 489. اليوم راح أثبت لكم وأورجيكم كيف بيتم هذا الموضوع. زي ما أنتم شايفين هون، هاي صورة، فقط صورة مأخوذة من محفظة كوين بوت. خلينا نروح على داخل المحفظة. هذه هي المحفظة. نفس الأرقام، نفس الأرقام. إذا عملنا تحديث للصفحة، سيذهب كل شيء وترجع الصورة أو الأرقام إلى الحقيقة كما تشاهدون. هذه أرقام حقيقية كما تشاهدونها. الطريقة كالتالي: رايت كليك، تضغط على انسبكت، وتأتي هنا هنا ولاحظ عندما وصلنا إلى هذا السطر أصبحت جميع الصفحة مضللة. فلذلك نفتح هذا السهم ثم هذا السهم ثم هذا السهم ثم هذا السهم. هذا السطر مخصص لأول عملة. نفتح هذا السطر وهذا السطر وننزل بالماوس لنصل إلى، تشاهدون هنا 187، وهنا أيضا 187. إذا ضغطنا ظللنا هذا الرقم ووضعنا فرضا 50,000، سنشاهد الرقم قد تغير إلى 50,000. نذهب إلى الخانة الأخرى. هذا السطر مخصص لعملة البيتكوين. نفتح هذا، نذهب إلى الرقم الأصلي ونستطيع هنا تغييره. نضع فرضا لنضع 15،
أصبح لدينا هنا 15 قطعة بيتكوين. نذهب إلى العملة الأخرى ونفعل نفس الشيء. سبعة وعشرين قطعة فرضا، تغير الرقم إلى 27. لعملة الدوكوين، هذا هو السطر المخصص لعملة الدوكوين عفوا. اكتب مليون. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. مليون قطعة دوكوين. نذهب إلى العملة، عملة اللايت كوين. نضع 75. نذهب إلى العملة الأخرى داش كوين، هذا هو الرقم الحقيقي، ثم نضع نحن الرقم الذي نريده 85. ثم نضغط على إكس. هنا تغيرت جميع الأرقام كما نريد نحن. ثم نأخذ صورة سكرين شوت لها ونحفظها هنا فيك. هكذا يتم النصب والاحتيال على الأخوة في مواقع التواصل الاجتماعي. يغيرون في الصفحة كما يريدون على أساس أنه إثبات ربح من الموقع، وهذا حرام. فلذلك قررت أن أنشر هذا الفيديو لكم جميعا لتعرفون كيف يتم النصب والاحتيال بهذا الموضوع. وأخيرا وليس آخرا، شكرا لكم على المشاهدة، وإذا أعجبكم هذا الفيديو رجاء الاشتراك في القناة وتفعيل خاصية الجرس ليصلكم كل جديد، وشكرا للجميع.